أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ جولتنا الصحفية من موقع كتابات ومقال الكاتب إبراهيم الزبيدي، يقول فيه: يتخوف عراقيون كثيرون من اشتعال حرب أهلية في العراق نتيجة المأزق الذي وصله الصراع الحامي بين التيار الصدري وجماعة الإطار التنسيقي، أو بعبارة أدق بين عناد مقتدى وعنجهية نور المالكي، والذي لم يعد فيه مخرج سوى الاقتتال. ويخطئ هنا هؤلاء الكثيرون حين يتوهمون بأن الحرب التي قد تشتعل قريبا ليس فيها مقومات حرب أهلية، لا عراقية عراقية ولا حتى شيعية شيعية، لأن كلا الفريقين ليس له في الشعب العراقي ولا في الطائفة الشيعية سوى النزر اليسير. أما الذي يدور اليوم في العاصمة تحديدا حول المنطقة الخضراء فليس سوى خلاف بين فريقين سياسيين صغيرين في غياب الملايين العراقية التي لا ترى لها في هذا الخلاف ما يعنيها، رغم أنه أضر بمصالحها وعطل عجلة حياتها. فهو اقتتال بين فريقين مختلفين على مصالح حزبية ومكاسب أسرية وعلى هيبة شخصية. والخطأ الشائع الذي يقع فيه كثيرون هو اعتقادهم بأن الشعب التشريني هو النخبة الشبابية الشجاعة النبيلة التي تظاهرت في تشرين عام 2019 في بغداد والمحافظات الأخرى، إذا أردنا الدقة والأمانة. فبرغم شجاعة الأبطال المتظاهرين وتضحياتهم وصمودهم، وبرغم جرائم الغدر والخطف والاغتيال التي ارتكبها بحقهم الصدريون والإطاريون بشكل أو بآخر، إلا أنهم ليسوا هم الانتفاضة كلها. فانتفاضة تشرين التي اعتقد الصدريون والإطاريون بأنهم أسكتوها وجعلوها شراذم متنافسة على القيادة والاستفادة ليست هي فقط المئات ولا حتى الآلاف التي أرعبت الأحزاب الفاسدة الحاكمة، بل هي أكبر وأوسع وأعمق بكثير. فهي موجودة حية في كل منزل عراقي انتهك حرمته الإطاريون والصدريون، وإن اختلفت المقادير وهي مشتعلة في قلب كل مواطن عراقي عربي كردي شيعي سني مسلم مسيحي. سرق منه الإطاريون والصدريون حريته وكرامته ورزق عياله، أو أجبروه على الهجرة عن وطنه وأهله وأرضه وهوائه وماءه. وهي كل عراقي ذاق مرارة انتهازية حكومات الأحزاب والتجمعات والتيارات والائتلافات المتشاركة في الوليمة منذ أيام الغزو الأمريكي ووريثه الاحتلال الإيراني وحتى اليوم. من مجلة الكاردينا نقرأ مقالا للكاتب عبد الرزاق محمد، يرى فيه أن الاحتلال ونظام الملالي في إيران استطاع أن يجمع الساسة والأحزاب الحاكمة في العراق مثل الخرفان، ويأمرهم بخيانة وطنهم، وهم سعداء بهذه العمالة والخيانة لأنها تشبع حاجاتهم. ويضيف الكاتب أن المواطن العراقي ذا البنية النفسية والعقلية التي تؤمن بالعراق وشعبه لا تخضع لسلطة أحد إلا لله ثم العراق، يشعرون بالانتماء إلى بلدهم العراق على خلاف من حنوا أو على خلاف من انحنوا للاحتلال وقبلوا أن يكونوا عبيدا له. إن غالبية الشعب العراقي لديهم كل صفة الشجاعة والروح الوطنية، ويتمتعون بقدر جديد من الثقافة العامة، ومن هؤلاء وبهذه المواصفات هم المؤهلون أن يكونوا رجالا وقادة في الدولة الحقيقية بمستوى أعلى وأفضل بكثير من سياسي الصدفة والعمالة للاحتلال بكل أشكاله. فالعراق ما زال محتلا منذ عقدين وسيبقى كذلك، وفيه أكبر القواعد العسكرية الأمريكية الضخمة وأكبر سفارة أمريكية، ويدار العراق من قبل أمريكا وبريطانيا ونظام طهران. إن أهم ما يجب أن تركز عليه كل القوى التي تنادي بالهوية الوطنية العراقية وتعمل على أن تكون هي أولوياتنا كعراقيين، أن تضع الأسس الفكرية والعملية والاهتمام ببناء الدولة الوطنية وخلق المواطنة الصالحة. وهذا ما سيسرع باندحار الطائفية والمناطقية والعشائرية وإضعافها في خطاب وسلوك العملاء بعد أن فقدوا مصداقيتهم في الوسط الجماهيري.
وبعد مرور عقدين من الزمن سادها كثير من محاولات المحتل الأمريكي البريطاني الفارسي المتصهين، والهدف الإقليمي لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وإشاعة الفتنة وضرب السلم الأهلي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وإشاعة ثقافة الانتقام واللا تسامح التي اتسم بها المشهد السياسي العراقي طيلة الفترة المنصرمة من عمر ما سمي بالعملية السياسية العراقية، والتي اتسمت بأزمة سياسية مزمنة وتجاذبات انعكست آثارها وتداعياتها حتى على ثقافة التسامح في المجتمع، وهو ما شكل تهديدا جديا لوجود العراق. لذا واجب على كل من يدعي حب العراق ورغبته الحقيقية بالتغيير الجذري نحو الحياة الأفضل للعراقيين أن يسعى ويدعو ويشجع على كل خطوة باتجاه خلق البيئة المناسبة للتسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين مكونات المجتمع العراقي أكثر من أي وقت مضى. يؤكد الكاتب جاسم الحلفي أن الإجماع الشعبي والسياسي على تخلف الدستور وعدم مواكبته للتطورات السياسية يؤشران الحاجة إلى مراجعة شاملة له وتغييره، باعتبارها ضرورة غير قابلة للتأجيل بعدما أمسى أحد أركان الأزمة السياسية وليس مفتاحاً لحلها بكلمة واضحة لا لبس فيها. إن الوضع الاستثنائي الذي نعيشه يتطلب حلولاً استثنائية وليس تقييد المواد الملغومة والصياغات الملتبسة في دستور غير قادر على تأمين استقرار نظام متهالك. ويجب الفصل بين السلطات الثلاث مع تأمين تعاونها المتبادل والتوضيح الكامل لصلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث وتأكيد سيادة العراق واستقلاله وكل ما يضمن كرامة الوطن والمواطن. ومن غير الممكن الاحتكام فترة أطول إلى دستور مضى على إقراره أكثر من عقد ونصف العقد من السنين وبصيغة شابه الالتباس منذ البداية، وانطوى بعض مواده على ألغام تتفجر عند كل منعطف سياسي. هذا الدستور لم يعد صالحاً كعقد اجتماعي، إذ تراجعت درجات الرضا عليه وتبدد القبول العام به، ولم يعد يمكن الانطلاق منه في تنظيم إدارة الحكم وضمان التداول السلمي السلس للسلطة. وزادت من ذلك التفسيرات المتباينة بل والمتناقضة في تعريف الكتلة الأكبر وتكليفها بتشكيل الحكومة. لم يعد هذا الدستور قادراً على تأمين استقرار المنظومة السياسية الحاكمة، بل وأصبح عائقاً أمام التطورات السياسية. ولهذا فإن الدعوات إلى حل الأزمة انطلاقاً منه وبالاعتماد عليه إنما تهدف بقصد أو من دونه إلى مواصلة الدوران في فلك الأزمة وإلى الإبقاء عليها والمخارج التي تتمسك بنصوص مواده الملغومة والملتبسة. ليست في الواقع مخارج ولا حلول للأزمة، وإنما هي غوص في متاهات أكثر تشابكاً، ويمكن القول إنها لم ترتقي إلى إدراك عمق الأزمة العامة التي تعصف بالمنظومة السياسية القائمة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام. ولا تتفهم الوضع الاستثنائي الذي يعصف بهذه المنظومة والذي بات يندر بما لا تحمد عقباه إثر تعمق الصراع الاجتماعي والسياسي وتفاقم الاحتراب بين القوى الماسكة بالسلطة وعجز مواد الدستور عن تنظيم العلاقات السياسية وعن ضمان إدارة الصراع وضبطه. تحت عنوان سوريا على طريق الانتفاضة الثانية، كتب برهان غليون مقالا في صحيفة العربي الجديد جاء فيه: ولم يعد هناك أمل لا في حل عسكري مفروض من الخارج ولا في حل سياسي عن طريق المفاوضات، ولأن الوضع لم يعد يحتمل وهو سائر بالتأكيد إلى مزيد من الخراب، ولأن الشكوى والتذمر والاحتجاج لدى المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية لا تثمر من دون حضور قوي أو من دون حضور قوي على الأرض، فإن الانتفاضة ممكنة بل ضرورية وحتمية ولا بديل عنها، والرهان على جهود المغتربين في أوروبا وأمريكا وعلاقاتهم من أجل التغيير في الشروط الحالية لا يفيد إلا في ترسيخ الوهم الذي قادنا إلى الفشل في تنظيم أنفسنا، وهو التعلق بالتدخلات الأجنبية والاعتقاد بأن حل المسألة السورية قائم خارج سوريا وبمعزل عن إرادتنا وقرارنا، وتوطين النفس على الانتظار
بينما لا يضيع أعداؤنا دقيقة واحدة في مساعيهم لسحب البساط من تحت أقدامنا وانتزاع بلادنا منا وتوريثها لما نجحوا في حشده من عصابات وشبيحة وشبكات تجارة أعضاء بشرية ودعارة ومخدرات متعددة الجنسيات. الآن نحن نعرف أن أحدا لا يهرع إلى تحريرنا من قيودنا إن لم ننجح في تجاوز أسلوب عملنا، ونسعى نحن أنفسنا إلى قلع شوكنا بأيدينا، وهذا هو الطريق الوحيد البديل للحرب التي لم نكن مستعدين للرد المتسق عليها وللحل السياسي المحرم علينا من جلادينا. وبدل أن نناقش فيما إذا كانت أنقرة ستبقى معنا أو أنها سوف تتبع طريقا آخر، وهي في النهاية ستختار ما يناسب مصالحها، ينبغي أن نعيد النظر في استراتيجياتنا السابقة التي راهنت من دون تدقيق على الدعم الخارجي، وأن نعود إلى المنطق السليم الذي يفيد بأن أحدا لا يمكن أن يحرر الشعب ما لم يأخذ هو ذاته بيديه مهمة تحرير نفسه. والتضحيات المطلوبة لن تكون أكبر مما سيكلفنا ترك المحتلين يمزقون وطننا ويسلبونه، بينما نحن نتسابق على تأشيرات الدخول على أبواب سفارات الدول الأجنبية التي رفضت تقديم يد العون إلينا للنجاة بأنفسنا إذا أردنا أن نبقى في بلدنا وأن نجعل منه وطنا لنا ولأبنائنا، لا زريبة ولا معسكر اعتقال. علينا أن نبدأ منذ الآن في طرح مسألة الانتفاضة الثانية، وأن نفتح المناقشة في كل منطقة ومحافظة ومحلة داخل سوريا نفسها حول هذا الخيار، ونستلهم، ولا أقول نحاكي، مثل إخواننا في الجنوب السوري في السويداء ودرعا وباقي المدن والقرى المستمرة في المقاومة. قد يعترض كثيرون، كيف ننتظر من الشعب السوري الذي يتضور جوعا ويعيش تحت تهديد السلاح متعدد الجنسيات أن ينتفض ويتغلب على نظام هو مركب غريب من سلطات الاحتلال الأجنبي ومنطق العصابة والعمالة، فاقد أي قيمة أو ضمير وطني؟ والجواب لهذا السبب بالذات، أي لأنه لم يعد لدى السوريين ما يخسرونه أكثر مما خسروه. يقول الكاتب داود الفرحان في مقال نشر بصحيفة الشرق الأوسط: تلعب التسريبات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية دورا خطيرا في قرارات مصيرية أحيانا وفي حدوث أزمات سياسية بين بلدين، وقد يصل الأمر في الغرب إلى فضائح أخلاقية تتصدر الصفحات الأولى من صحف الأحد. ومنذ سنوات قليلة قرأت في صحيفة عربية أن ما يسمى صحافة تسريبات ربما تتحول إلى نوع صحفي متخصص يتجاوز ما يعرف بالصحافة الصفراء. واشتهرت ظاهرة التسريب منذ عام 2006 مع ظهور مؤسسها الأسترالي جوليان أسانج، الذي تعرض لمطاردات دولية لإلقاء القبض عليه بعد شيوع وثائق سرية عائدة إلى دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكشفت مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في العراق، وهو رقم يقل كثيرا عن إحصائيات ضحايا الغزو منذ 2003 سواء عن طريق الأمريكيين أو الإيرانيين أو الميليشيات الموالية لإيران، وقد يصل الرقم إلى أكثر من مليون ضحية لا علاقة لهم بالسياسة. في أكتوبر تشرين أول عام 2010 نشرت وثائق ويكيليكس ما يقرب من 400 ألف وثيقة عسكرية سرية تتعلق بغزو العراق في عام 2003، بينما نشرت عن الحرب في أفغانستان 77 ألف وثيقة. ومن بين الوثائق المسربة عن غزو العراق مذكرة داونينغ ستريت التي أثبتت أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لم يقولا الحقيقة بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة لتبرير غزو العراق واحتلاله. وقد نشرت تلك الوثائق صحيفتان نيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية ومجلة دير شبيغل الألمانية، وهذا يعني أن من بين 400 ألف وثيقة مسربة عن غزو العراق لم تنشر إلا وثائق محدودة منصفة وذات قيمة. ومن بين ما كشفت عنه تلك التسريبات الدليل الكامل على أن الجيش الأمريكي تجاهل عن عمد إساءة معاملة المعتقلين على يد حلفائه العراقيين، وأنه كان هناك بالفعل ما لا يقل عن عشرات الألوف من الضحايا المدنيين
أكثر مما كان معترفاً به من قبل. ووصف معارضو الحرب مذكرة داونينغ ستريت بأنها دليل دامغ على أن بوش وبلير قررا سراً غزو العراق وتلاعبا بالاستخبارات لدعم ذلك القرار، وثبت دولياً بعد ذلك أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل من أي نوع. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال رأي للكاتب والمحلل السياسي الإيراني الأمريكي لدى مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي كريم سجاد بور حول العلاقة بين واشنطن وطهران والأخطاء التي ارتكبها البيت الأبيض على مدار سنوات لفهم نظام الخميني. وعد الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون في مقاله عد سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أنها واجهت لسنوات مفارقة غير مفهومة عززت نظام الحكم في طهران ولم تضعفها. قد أدى ترسيخ الدولة الناجح للوكلاء الأقوياء في العراق وسوريا ولبنان واليمن إلى جانب الانسحاب الأمريكي المهين من أفغانستان إلى إقناع إيران بنجاحها وكذلك التراجع الحتمي للولايات المتحدة. وقد أعاقت هذه الديناميكية محاولات إدارة بايدن إحياء الإنفاق النووي الإيراني لسنة 2015 الذي انسحب منه دونالد ترامب. يجب أن توفق السياسة الأمريكية السليمة بين الأهداف قصيرة المدى لمواجهة طموحات إيران النووية والإقليمية دون إعاقة الهدف طويل المدى المتمثل في إقامة حكومة إيرانية تمثيلية مدفوعة بالمصالح الوطنية لشعبها بدلاً من الأيديولوجية الثورية لحكامها. لقد واجهت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران لسنوات مفارقة لم تفهم جيداً والتي تفيد بأن السياسات القسرية اللازمة لمواجهة الطموحات النووية والإقليمية للجمهورية الإسلامية أي العقوبات قد تعمل عن غير قصد على تعزيز النظام على السلطة وليس إضعافها إذا كانت النخبة الثورية الإيرانية قد ازدهرت في عزلة نسبية. فلماذا لا تستعيد الولايات المتحدة العلاقات مع إيران؟ يكمن في هذا السؤال الافتراض أن أمريكا لديها القدرة على تطبيع العلاقات من جانب واحد وإيران ليس لديها الحق لتقبل أو ترفض. طفلة بريطانية تحقق حلمها بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة العائلات الأوكرانية. ماديسون 6 سنوات قالت إنها منزعجة من مشاهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا على التلفاز وأرادت المساعدة. تحقق حلم طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات في إطلاق حملة معونات لمساعدة العائلات في أوكرانيا حلق عالياً في السماء. وقالت الطفلة ماديسون التي تعيش في إقليم إنجلترا إنها شعرت بالانزعاج لرؤية مشاهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا على شاشة التلفاز وأرادت أن تنشئ مؤسسة خيرية. وخرجت بمساعدة من والدها مارك بيكر الذي يعمل في مجال الطيران بفكرة إنشاء مؤسسة خيرية تدعى هانز أكروس ذي سكاي. وقد تمكنا من جمع حمولة طائرة من ألعاب الأطفال والمستلزمات الأخرى التي جرى التبرع بها لإرسالها جواً إلى اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا. الآن نشاهد الكاريكاتير. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله.